بعد الانفجار اليونسكو عملت الشيء اللي بيقولوا لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم، فكانت هي الخير على المدرسة. من بعد الأضرار اللي حصلت عطتها صلحت الأضرار وعطتها الألوان جديدة. دخول الأولاد من بعد اللوك داون 5 أشهر على المدرسة بألوان جديدة عطاهم كتير هيك دافع لحتى إنه يجوا على المدرسة أكثر، وما بقى بدهم يقعدوا ببيوتهم. نحن عندنا المسرح فسحة ثقافية بيعبروا فيها طالباتنا عن مختلف نشاطاتهم. اجى انفجار المرفأ وصار في اضرار كبيره بالمسرح فوق بلافون الازاز، اجى اليونسكو رجع اعاد تصليح المسرح بقسم كبير منه، وهيك قدرنا نرجع طالباتنا يستعملوا المسرح ويعرضوا نشاطاتهم ويرجعوا هالفسحه الثقافيه ترجع تنطلق مع بناتنا. يعني كانت هي لا بأس، انما ازدادت جمالها، ما ضل فيه شيء الا ما تساوى بهالمدرسه. يعني لما بلاقيها حلوه يعني انا هيدا بيعمل مثل رياكشن على نفسيتي، وكمان للتلاميذ هالملعب اللي حلو اللي برا هالالوان الزاهيه، هالتلميذ بيعمل له نوع من السفر الروح. We aim from this work that we are doing in Beirut not to just rehabilitate physical buildings and fixing doors or windows or bricks. Our aim is to ensure that learning never stops, to ensure a healthy physical environment for students, and to bring students back to their classroom and to their schools, because education is a priority and is a necessity.